بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي وابنائي الاعزاء، اهلا بكم مع محاضره جديده من سلسله محاضراتنا في مقرر الهيستولوجي والجينيتيك. هنتكلم النهارده عن الفيميل ريبرودكتيف سيستم، وهناخده كده على بعضيه سنه تانية بشكل بسيط. طبعا بعد ما اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، سواء كنا بنعيد على مسلمين ولا المسيحيين، الاثنين الحمد لله عندهم اعياد، ويا رب تكون ايامكم كلها اعياد ان شاء الله. زي ما متعودين دايما، امتحاناتها هتكون سهله وبسيطه وواضحه ومباشره، فما فيش داعي للقلق والتوتر. احنا كلنا عارفين اللي احنا بنمر بيه، لكن برضو احنا بنقول ان تركيزنا في المذاكره او في الماده العلميه ده في الاخر بينعكس عليك انت كطبيب قاعد في العياده ومقفول عليك انت وضميرك والمريض. فكل ما هتكون شاطر، كل ما هتعرف تجاوب على المريض كويس. سيبك من الاجابه في ورقه الامتحان، طبعا انا عارف كلكم بتقولوا دلوقتي يا عم بس عدينا الامتحان يا عم وبعد ربنا هيسهل ان شاء الله. لا، انا بقول لك هتبقى شاطر لما تبقى شاطر من سنه اولى وسنه ثانيه. خلينا نتكلم عن الفيميل جينيتال سيستم اللي بيتكون من اللي من ثلاث حاجات: اوفري، اوفيداكت، يوترس. يا دكتور بس احنا اخذنا الاوفري في سنه اولى. يا سيدي زياده المعرفه معرفتين، وانا عارف ان في سنه اولى قلت لكم هتاخدوه في سنه ثانيه اكيد، وبالتالي قلته لكم برده بشكل سريع. فالمرة اللي فاتت بشكل سريع والمرة دي بشكل سريع، نلم السريع على السريع، يبدأ الأوفري يتكون عندنا فكرة كويسة عنه. الأوفري ما يهمناش الأناتومي بتاعه، ولكن بقول إن هو كفرد باي جيرمن الإبيثيليوم، اللي هي عمر ما كان بيطلع منها الجيرم سيلز. يعني الجيرم سيلز ما بتطلعش من الجيرم الإبيثيليوم، هو صحيح كفرد من بره بلير بسميها جيرم الإبيثيليوم، لكن عمرها ما كانت جيرم سيلز ولا بتطلع الأوسايت خالص، لكن سموها كده زمان ففضل الاسم ماشي معانا. تحت الجيرمال الابيثيليوم في كفر بره كبير، كفر رؤيه بره الاوفري بسميه جيرمال الابيثيليوم. تحتيه موجود الكبسوله الحقيقيه اللي بسميها التونيكا البوجينيا. البوجينيا طبعا لان لونها ابيض، وهي اللي بتدي الاوفري بتاعي اللون الابيض. دي الناس اللي هتشتغل باللابروسكوب او باي طريقه تدخل بيها على الاوفري تعرف الاوفري ازاي، تلاقي كوره بيضاء موجوده في البروتونيال كابيت. ليه اللي مخليها بيضاء؟ هو وجود التونيكا البوجينيا بتعبره عن تو ليرز. من اللي عباره عن تو ليرز؟ بلاش تو ليرز، دي منطقتين، يعني تو زونز. المنطقه اللي بره دي بسميها الكورتكس، واللي جوه دي بسميها المظله. والاقي دايما الكورتكس غامق والمظله فاتح. ادي الكورتكس اهي بره غامق اهو، والمظله جوه فاتحه اهي. ايه اللي مخلي الكورتكس غامقه والمظله فاتحه؟ ان الكورتكس فيها سيلز اكتر من المظله. السيلز دي عباره عن ايبيثيليال سيلز. موجوده فين ايبيثيليال سيلز دي؟ موجوده في شكل كور. هذه الكور احيانا اشوف فيها فراغات بالشكل ده، واحيانا ما اشوفش فيها فراغات، فتوه عندي عباره عن كوره ودي كوره ودي كوره ودي كوره، بسميها فوليكلز. يبقى الاوفري بيتميز بوجود مجموعه كبيره جدا من الفوليكلز. الفوليكلز كلها موجوده في الكورتكس، ودي سر غمقان الكورتكس. يبقى الكورتكس قلنا ان هي عباره عن الاوتر زون، وده عباره عن هايلي سيلولر. وعرفنا يعني ايه هايلي سيلولر. بتتكون من ايه؟ بتتكون من فايبروبلاست اللي هي عباره عن الاستروما ومعها سين كولاجين فايبر، وبعدين فيها الاوفريان فوليكلز. الاوفريان فوليكلز دي عباره عن 400,000 او 500,000 عشان الرقم ما يتوهش منك، نص مليون يعني فوليكل. 500 منهم اللي هيحصل لهم ماتوريشن، والباقي هيحصل له ديجنريشن. الديجنريشن هنا بنسميه اتريزيا. زي ار سي ان فيريس ستيجز اوف ذا ديفلوبمنت. يعني لما ابص على الاوفري في اي وقت الاقي مجموعه من الفوليكلز موجوده في الايرلي ستيجز ومجموعه ثانيه موجوده في الماتور ستيجز. كل فوليكل عباره عن اوساس سراوند باي لير واحده من او اكتر طبعا من سيلز بسميها فولوكولار سيلز. مش شيء طبيعي يا اخي موجوده في الفوليكلز يبقى اسمها نسميها فولوكولار سيلز. نسميها ايه يعني؟ لو بنتكلم على الاوسايد عباره عن سفيريكال سيل 25 نانو مايكرون، كبيره، خليه كبيره، شوفها تحت الميكروسكوب بسهوله. النيوكليس بتاعتي بتبقى بيلو اكسنتريك نيوكليس، والنيوكليولس بتاعتي واضحه، يبقى انا عندي اكتف سيل، ما هياش خليه نايمه، لا ده خليه اكتف جدا. السيتوبلازم في ميتوكوندريا وجولجي واندوبلازميك ريتيكولم وجولجي ابريتس. في حواليها لير بسميها زونا بيليوسيدا، هي بتفرز الزونا بيليوسيدا، عشان كده لما نقول الخليه بتاعتنا اكتف ما نزعلش. انواع الفوليكلز اللي موجوده في الاوفري: في البريمورديال فوليكل، في البرايمري فوليكل، في السكندري فوليكل، في الماتيور جرافيان فوليكل، واخر حاجه هي الاتريتيك فوليكل. نتكلم عنهم بالتفصيل بس بسرعه.
البريمورديال فوليكل. البريمورديال فوليكل دي موجوده على طول تحت التونيك البوجينيا، عباره عن ايه؟ عباره عن برايمري اوسايت وحواليها لاير واحده من الفلات سيل. خلاص كده خلصنا البريمورديال فوليكل، اوسايت وحواليها لاير واحده من الفولوكولار سيلز، من الفلات سنجل لاير من الفولوكولار سيلز. الفولوكولار سيلز دي بتبقى مرابطه بعضها بالديسموسومز، يعني الخلايا دي مربطه كده مع بعضها بالايه؟ بالديسموسومز. البرايمري فوليكل، احنا خلاص خلصنا البريمورديال فوليكل، احنا قلنا عندنا خمس انواع. البرايمري فوليكل دي نوعين، في اليوني لامينر وفي المالتي لامينر. يوني لامينر يعني ايه؟ يعني طبقه واحده من الخلايا حوالين البرايمري اوسايت. يا دكتور طب ما كانت الخليه الفوليكل اللي قبل كده البريمورديال فوليكل كانت لير واحده من الخلايا حوالين البرايمري اوسايت، اه بس كانت فلات سيل، لكن هنا هنلاقي الخلايا بتاعتي عباره عن ايه؟ كوبويدال سيل. معنى ان هي كوبويدال سيل يعني تبدا تعمل سكريشن. دي اللي هي ايه؟ اللي اتكلمنا عن اليوني لامينر برايمري فوليكل. امال ايه؟ ده طبعا دي اليوني لامينر ودي برضه اليوني لامينر. البرايمري فوليكل فيها نوع تاني بسميه المالتي لامينر برايمري فوليكل. زي ما انت شايف السيلز بتاعتي حصل لها بروليفريشن، طبعا مع الوقت هيحصل لها بروليفريشن بس مش اندر ذا افكت اوف تي اس اتش، هيحصل لها بروليفريشن عشان تتحول الى مالتي لاير من الفولوكولار سيلز. هذه الفولوكولار سيلز هيبدا تعمل نيوتريشن لمين؟ للبرايمري اوسايت. عشان يحصل نيوتريشن بيحصل حاجتين، الحاجه الاولانيه ان البرايمري اوسايت تطلع مايكرو فيلاي في اتجاه البرايمري باتجاه الفلوكر سيل، والفلوكر سيل تطلع بروجيشن في اتجاه في اتجاه السيتوبلازميك بروسيسز مايكرو فيلاي من الاوسايت وسيتوبلازميك بروسيسز من الجرانيولوزا سيلز، هيحصل لهم انتر ديجيتيشن مع بعض علشان يعملوا انفيجن للزونا باليوسري ويضمنوا لي اعلى درجه من التغذيه للبرايمري اوسايت. الفولوكولار سيلز دي من بره ابص الاقي السيلز بتاعت الاستروما بدا يحصل لها ارانجمنت، واسميها ايه؟ اسميها سيكا سيلز او سيكا فولوكولاي. يبقى الاستروما سيلز اللي حوالين البرايمري المالتي لامينار برايمري فوليكل هيحصل لها ديفرنشيشن وتتحول الى سيكا سيلز او سيكا فولوكولاي. يبقى لو ابص كده على المالتي لامينار برايمري فوليكل لها اكتر من لير وحواليها السيكا سيل زي ما انت شايف بدا يحصل لها ارانجمنت. هنا بص كده على الحته دي الاقي دي البرايمري اوسايت ودي الفولوكولار سيلز، الفولوكولار سيلز بدا يحصل لها بروجكشن بالشكل ده والبرايمري اوسايت بدا يطلع منها مايكرو فيلاي بالشكل ده علشان يوصلوا للزونا بيلوسري، الاثنين بيحاولوا يدوني اعلى درجه من النيتريشن او الهوموستيزس للايه؟ للبرايمري اوسايت. السكندري اوسايت، امتى اسمي الفوليكل بتاعت السكندري اوسايت؟ لما يحصل لها كذا حاجه. الحاجه الاولانيه ان الاوسايت بتاعتي تزيد في السايز، بقت 125، هي كانت قبل كده كام؟ كانت قبل كده 50. المالتي لامينار برايمري فوليكل تزيد هي كمان في السايز، هتبقى حوالي 200 مايكرو. الجرانيولوزا سيلز تبقى اكتر من لير، تبقى حوالي 10 لير. الاوسايت ديسبليزي الوان سايد. لما يحصل الاربع حاجات دول اسمي الفوليكل بتاعتي في الوقت ده سكندري اوسايت. لكن الفلويد اللي بتسمي اللي جوه ده اللي هو الليكور فوليكولاي ده بيحصل له سكريشن من الاستروما مش من الفولوكولار سيلز. السكندري اوسايت سكندري كاب سنجل كافيتي موجود في الجرانيولوزا سيلز. الاوسايت موجوده في ماس من الخلايا بسميها كانولاس اوفرس، اول لاير من الكامولس اوفرس بسميها كورونا راديات. يبقى اذا انا عندي كورتين جوا بعض، كره صغيره خالص بينج بونج موجوده جوه كره كفر كبيره. الكره الصغيره اللي جوه دي بسميها ايه؟ بسميها كامولس اوفرس، اول لاير منها بسميها كامولس اوفرس، اول لاير فيها بسميها الكورونا راديات. لكن الكره الكبيره خالص انا مسميها قبل كده سكندري او انترال فوليكل. السيكا فلوكيولاي بتتحول الى لما اول ما السكندري فوليكل تتكون السيكا فلوكيولاي هتتحول الى سيكا انترنا ودي بتبقى هايلي باسكولار، وسيكا اكسترنا ودي عباره عن كونكتيف تيشو. يبقى وانا بتكلم عن جلاند منفصل او مجموعه من الجلاند منفصله جوه الاوفري، كل واحده عباره عن استروما وبرانكيما لو صح التعبير. يعني البرانكيما عباره عن حاجتين، حاجه جوه الكوره نفسها بسميها جرانيولوزا سيل، وحاجه بره خالص بسميها سيكا انترنا سيل، والاثنين متغطيين بالسيكا اكسترنا اللي عباره عن كونكتيف تيشو. دي السكندري فوليكل موجود الانترا مالو في الليكور
فلويد، وبعدين موجود بره البيزمنت تمبرين، ودي مجموعه من السيلز بسميها جرانيولوزا سيلز، وبعدين بره الاقي فيه بلاد فيزلز كتير، ما انا بتكلم على الاندوكراين جلاند، وبعدين بره خالص في الكونكتيف تيشو فايبرز او الفايبروبلاست اللي بتكون لي كما لو كانت كبسول حوالين هذه الجلاند اللي انا مسميها سكندري فوليك. مره ثانيه دي نفس الصوره. امتى بقى الجرافيان فوليكل او تبقى ماتيور جرافيان فوليكل؟ دي لما يبقى الدايمتر بتاعها بالملي، يعني 20 ملي، وده سؤال ام اس كيو. يبقى لما يبقى الدايمتر بتاعها 20 ملي اسميها ماتيور جرافيان فوليكل. الماتيور جرافيان فوليكل دي هتبدا تبظ من الايه، من السيرفيس بتاع الاوفري، واسميها ستيجما، الحته نقطه الضعف دي بسميها الاستيجما، وهنشوفها في الاوفيوليشن في الفسيولوجي. البرايمري اوسايت في الوقت ده هتبدا تكمل الانقسام بتاعها وتتحول الى سكندري اوسايت لما تكمل الفيرست ميوتيك ديفيجن. الوول بتاع الفوليكل زي ما انت شايف لا زال بتتكون من 6 ل 10 لايرز من الجرانيولوزا سيلز. هنا الليكور فلوكيولاي في الانترام مليان ليكور فلوكيولاي، هنا البرايمري اوسايت اللي لونها ازرق دي، ودي النيوكليس بتاعتها، ودي النيوكليولس. حواليها موجود مجموعه ليرز من السيلز بسميها ايه، فاكرين ولا ناسيين؟ كاملس او اوفرس. لكن اللير الاول لير حوالينا دي هسميها كورونا رادياتا. الفولكولار كافيتي طبعا بيحتوي على الليكور فلوكيولا او الليكور فلوكيولاي. الاوسايد طبعا ديسبليست وان سايد، دي الكاركترز بتاعه الجرافيان فوليكل، ودي مهمه جدا في النظري وفي العملي. هذا العملي وده النظري. يبقى دي جرافيان فوليكل شيء طبيعي اللي جوه ده اللي هو الليكور فوليكولاي، ودي عباره عن من 6 ل 10 لاير من السيلز، ودي اللي بنسميها الكاميرس اوفرس، واللير الاولانيه اللي حوالين البرايمر اوسايد اللي انا مش شايفها دي اللي هي الكورونا رادياتا. لا بص الاقيها هنا واضحه خالص في الرسمه بتاعتنا، دي الكورونا رادياتا، ودي المجموعه دي من السيلز بنسميها الكاميرس اوفرس. نفس الكلام معانا طبعا الاستراكشر بتاع الزونوبيلوس ده والكلام ده، طبعا ده كلام سهل نقراه في الكتاب علشان من ايه ما نطولش في المحاضره. الاتريتيك فوليكل دي عباره عن مجموعه من الفوليكلز، قلت لكم في فوليكلز كتيره جدا بتحاول يحصل لها ماتيوريشن، مش واحده بس بتحصل لها ماتيوريشن الباقي بيتفرج عليها، لا دول مجموعه بيدخلوا في سبق، وبعدين الشطره فيهم هي اللي يحصل لها اوفيوليشن، والباقي هيحصل له اتريزي. يبقى اذا الاتريزيا بتبقى في مرحله البنت او الاوفري من اول الاير لايف، من اول ما تتولد. ايه ليه من اول ما تتولد؟ لان لما بتتولد بتبقى وهي في الانتروترين لايف اندر ذا افكت اوف ذا ماتيرنال اف اس اتش، لما تتولد بيختفي الماتيرنال اف اس اتش، وبالتالي الاف اس اتش بيقل عندها، وبالتالي الاتريتيك فوليكل هتبدا تتاثر، او الفوليكل الاوفري عموما هيبدا يتاثر، فالفوليكلز بتاعتها هيبدا يحصل لها ديجنريشن. الفوليكل كولابس اند ذا كافيتي انفيريد باي فايبر بلاست، لاستلي ذا فوليكل از ريدوس تو سمول فايبرس كونكتيف تيشو. الاتريتيك فوليكل اتريزيا هتحصل في مرحلتين زي ما حكيت لكم من شويه، جاست افتر بيرث، وبعدين ديورنج بيوبريتي، لان البريجننسي والبيوبريتي بيبقوا طبعا فيهم فاريشنز كبيره في الهرمونز. الاوفيوليشن زي ما انتوا عارفين او بقولت للمجموعة اللي قبل كده، دي جزء من الفسيولوجي فما فيش داعي تاني نشرحه في الهيستولوجي. الكوربس ليوتيم او الجسم الاصفر ده بيتكون افتر اوفيوليشن. الماتيور جرافيان فوليكل بعد ما تطرد الاوفا من جواها اللي هي عبارة عن السكندري اوسايت وحواليها مجموعة من السيلز بسميها كورونا رادياتا، دول هيطلعوا بره واسميهم اوفم. طيب الاوفم الباقي ده هنرميه؟ لا مش هنرميه، هنحاول نستفاد منه على قد ما نقدر. نستفاد منه ازاي؟ هنحوله الى كوربس ليوتيم او الجسم الاصفر. طب ما في سؤال تاني، طب السائل الجرافيان فوليكلز اللي ما حصلهاش اوفيوليشن هل برضو بنرميها ولا بتتحول الى اندوكراين سيكريتينج سيلز؟ الكوربس لوتيم او الجسم الاصفر دي عباره عن تمبرال اندوكراين جلاند موجوده في الكورتكس بتاعت الاوفري. بعد الاوفيوليشن هيحصل بليدنج شويه في الجرافيان فوليكل، وبالتالي هسميها كوربس هيموراجيكم. هذه الكلوت هتبقى يحصل لها ريموفال بالفاجوسيتوزيس، ويتحول الاستراكشر بتاعي الى ايه، الى كوربس
ليوتيم اندر ذا افكت اوف اليوتينايزنج هرمون. اسمه ليوتينايزنج يا اخي، او ليوتينايزنج هرمون يعني هو اللي بيعمل ليوتينايزيشن، يعني هو اللي بيخلي اللون اصفر. يبقى اذا اندر ذا افكت اوف اليوتينايزنج هرمون اللي عمل اصلا اوفيوليشن هيتحول الى ايه؟ هيتحول الى كوربس ليوتيم. مين اللي هيتحول لكوربس ليوتيم؟ بواقي او بقايا الجرافيان فوليك او الماتيور جرافيان فوليك. الجرانيولوزا سيلز اللي كانت موجوده في الجرافيان فوليكل هنسميها هنا جرانيولوزا ليوتين سيلز. طيب والسيكا انترنا اللي كانت موجوده في الجرافيان فوليكل هتتحول هنا سيكا ليوتين سيلز. دي صورة طبعا مهمة نظري وعملي في للكوربس ليوتيم. طبعا دي تلخيص للحدوتة كلها. لو هنقراها كده هنلاقي الاف اس اتش بيأثر على مين؟ على البريمورد فليكل عمره ما حصل. على اليوني لامينر لا ما حصلش. على المالتي لامينر لا بيبدأ يأثر على السكندري فوليكل. الاوسايت برايمري اوسايت هنا برايمري اوسايت برايمري اوسايت. وهنكمل الحكاية جميلة جدا جميل جدا الجدول ده. ما افتكرش ان انا نزلته في البي دي اف فيا ريت افتكر وانزله لكم مره ثانيه. التايبس اوف كوربس ليوتيم طبعا ده سؤال لذيذ كده يجي على السريع في الام سي كيو. كوربس ليوتيم اوف منستريشن، كوربس ليوتيم اوف بريجننسي، كوربس قلب كانس لما تتحول الى كونكتيف تيشو، كوربس هيموريجيكم لو حصل فيها بليدنج. السيلز دي مهمه جدا جدا خاصه السيلز اللي فيها الكاركترز دي اقدر اتكلم فيه. يعني البرايمري اوسايت والفولكولار سيلز اقدر اشوف السايت والاوريجين بتاعها والفانكشن واللايت والالكترون ميكروسكوب. الجرانيولوزا سيلز نفس الكلام. السيكا انترنا سيلز نفس الحكايه. بقيه السيلز مهم جدا ان انا اعرف السايت والاوريجين والفانكشن. في الباراجراف ده لو هنقرأ بالتفصيل هيقول لك ان الجرافيان فوليكل في اعتقاد ان هي بتطلع في 14 يوم. ده مش حقيقي، دي بتاخد حوالي سنة 12 شهر 10 شهور البريموردال فوليكل تتحول الى سكندري فوليكل، وشهرين علشان السكندري فوليكل تتحول الى ماتيور جرافيان فوليكل ويحصل اوفيوليشن. ده الكلام مرة تانية. ده بيفسر لنا ليه في الحته دي لو هنقراها برضو بالتفصيل بيفسر لنا ليه واحده من الماتيور جرافيان فوليكل حصل لها اوفيوليشن والباقي ما حصلوش اوفيوليشن. ليه؟ لان هي بتقدر تتنصل او تهرب من الاف اس اتش. لما تقدر تهرب من الاس اتش وتخضع للال اتش الليوتينايزنج هرمون هيحصل لها اوفيوليشن، لكن الباقي بيفضل مريح ويبدا ويفضل يستجيب للاف اس اتش وبالتالي هيحصل مش هيحصل له اوفيوليشن. يبقى احنا كده خلصنا الاوفري. نروح بقى لليوترس والايه والفالوبيان تيوب. قبل ما نتكلم عن اليوترس والفالوبيان تيوب نحب نبص نظره سريعه على اي هولو اورجن. اي هولو اورجن بيتكون من رقم واحد مكوزة اللي هي اللير اللي جوه خالص دي بسميها المكوزة. المكوزة حواليها ايه؟ حواليها لير تانية دي المكوزة حواليها اهو ده هولو اورجن. ده معنى كلمه هولو اورجن من اول البلاد فيزل لحد السمول انتستين لارج انتستين يوريتر فاز ديفرنس زي ما احنا شايفين عندنا هنا فالوبيان تيوب يوترس كل ده بسميه هولو اورجن. في الهولو اورجن اول حاجه في كافيتي من جوه حواليه المكوز. بعد المكوزة بتتلف بلاير تانية بسميها الصاب مكوز. حوالين الصاب مكوزة موجود لير من المصل بسميها الماسكولوزا. هذه الماسكولوزا هي سر الهولو اورجن، هي اللي بتخليهولي مدور بالشكل ده، هي اللي مخليه له تيوب اللي هي ايه؟ اللي هي الماسكولوزا. اخر حاجه بره خالص هي حاجه من الاثنين، يا اما سيروزا يا اما ادفنتيشيا. يبقى الهولو اورجن بيتكون من مكوزا، سب مكوزا، ماسكولوزا اند سيروزا. المكوزا بتكلم فيها عن ثلاث نقط بالتحديد، الابيسيليوم لامنا بروبريا ولير ثانيه من المصل بسميها الماسكولاريس مكوزا. الماسكولوزا عادة انر سيركولار لير واوتر لونج تيدنال لير. الخمس جمل دول بنحفظهم. يبقى احنا كده حفظنا كل الهور اورجان سواء كنا بنتكلم في الفيميل او في الميل او في الجي اي تي او في اليورينري سيستم في سنه ثالثه زي ما هناخد بالتفصيل. يبقى اذا اي هول اورجان هنتكلم فيه عن ابيسيليوم لامنا بروبريا ماسكولاريس مكوزا وتو ليرز من الماسل السموث ماسل. لو هنتكلم عن الفالوبيان تيوب بنقول الفالوبيان تيوب اناتوميكالي وكام ما يهمناش انفانديبولم امبولا ازماس اند انترا ميورال بارت. الانفانديبولم ده المكان اللي هو
زي ما انت شايف كده المكان الواسع ده بسميه انفانديبولم، الامبوله اللي هي الحته البارزه دي، وبعدين الازمس اللي هي الحته الضيقه دي، والانتراميولار بارت الجزء منها اللي داخل جوه اليوترس. يبقى دي بدايتها ودي نهايتها، بدايتها بسميه انفانديبولم ونهايتها بسميه انتراميولار بارت. لو ابص على الـ على الفالوبيان تيوب او اليوترين تيوب، اللي عباره عن ايه؟ عباره عن اللي احنا قلناه، عباره عن مكوزه صاب مكوزة، بس مفيش هنا صاب مكوزة بالمناسبة يعني، وبعدين هنا الماسكولوزا، واخر حاجة استروز. ادي المكوزة اهي، امال ايه العكاويس اللي جوه دي؟ ما هي عاملة انفولدنج، يعني الابيسيليم بتاعي عامل انفولدنج بالشكل ده، فالانفولدنج لما اخدت فيه سكشن بان بالمنظر ده، لكن انا لو شديت التيوب دي على الاخر ولغيت الانفولدنج ده مش هلاقي حاجة جوه التيوب، هلاقيها فاضية من جوه، لكن ده عبارة عن يعني ترهلات من الابيسيليم نازله تحت جوه التيوب، ما تبانش غير لما اخد سيكشن بالمنظر ده. يبقى دي عباره عن ميكوزال فولتس، ده عباره عن ميكوزال فولتس، عباره عن ابيسيليوم ومعاه اللامينا بروبريا بتاعته. حواليه الماسكولوزا اللي هي انر سيركولار واوتر لينجوتيدنال، واخر حاجه موجوده بره اللي هي السيروزا اللي هي عباره عن سين لير من الابيسيليوم وسين لير من الكونكتيف تيشو. دي طبعا انا بوضح لك يعني ايه ميكوزا. يبقى الميكوزا عباره عن لايننج ابيثيليوم. ايه هو بقى اللايننج ابيثيليوم؟ السيلز بتاعتي نوعها ايه؟ كوبويدال ولا كولامنر ولا سكويماس؟ كولامنر سيلز. الكولامنر سيلز سيليتد ولا نون سيليتد؟ لا حقيقه شويه منها سيليتد وشويه نون سيليتد. السيليتد طبعا عارفين، والنون سيليتد علشان تعمل ايه؟ تعمل سكريشن، بتبقى عباره عن سكريتوري سيلز دي بتغذي الاوفم والسبرماتوزوا. اللامنا بروبريا خلاص احنا عرفنا عباره عن سين لير من الكونكتيف تيشو. الماسكولوزا قلنا عباره عن انر سيركولار واوتر لونجيتودينال، بتعمل كونتراكشن عشان تحرك الاوفم في اتجاه اليوترس، ولا تحرك السبرم في اتجاه الاوفم؟ لا، بتحرك الاوفم في اتجاه اليوترس. استروزا قلنا دي عباره عن بروتينيا اللي احنا اخذناه في الاناتومي، عباره عن السمبل سكويماس ابيثيليوم ومعاه سين لير من الكونكتيف تيشو. السمبل سكويماس ابيثيليوم بسميه ميزوثيليوم، والكونكتيف تيشو الاثنين مع بعض هسميهم استروزا. الفانكشن بتاعت مين؟ بتاعت الفالوبيان تيوب. رقم واحد انوفيوليشن الفيمبري كلوز تو السيرفيس اوف ذا اوفر. المصل والسيليا هيلب الاوسايت. النيوترنت هيلب الاوسايت، يعني في اتجاه ايه؟ في اتجاه اليوترس، يعني يعني السبيرمس وهي ماشيه بتبقى اجينست حركه السيليا، عشان كده القوي هو اللي هيوصل. النيوترنت بتعمل نيوتريشن للاوسايت علشان تفضل عايشه 24 ساعه، بتعمل بروبر انفايرمنت فور فيرتلايزيشن. السيليا والماسل كونتراكشن بتترانسبورت الزايجوت. السيليا اوبستراكت باسج اوف مايكرو اورجانيزمز تو ذا بيريتونيال كافيتي، بتمنع البكتيريا من ان هي توصل للبيريتونيال كافيتي. اليوترس هنتكلم في ايه عن اليوترس؟ هنتكلم عن الاتوم، عن الاناتوم اللي بيتكون برضه هو كمان من ثلاثه، الاول الفالوبيان تيوب كانت اربعه، لكن اليوترس بيتكون من ثلاثه، من ثلاث اجزاء، فاندس بادي اند سيرفكس. يبقى فاندس وبودي وسيرفكس. في عندي ثلاثه ليرز اللي احنا متفقين ان ده هو الاوركن، وبالتالي هتكلم عن رقم واحد مكوزا، رقم اثنين ماسكولوزا، رقم ثلاثه سيروزا. لكن لان اليوترس ليه قداسه خاصه فبنديله برضه هو كمان اسماء خاصه. الميكوزا بسميها اندوميتريوم، الماسكولوزا بسميها مايوميتريوم، والسيروزا هسميها بيريميتريوم. فاكرين الهارت؟ كان السيروزا الميكوزا بسميها ايه؟ اندوثيليوم، والماسكولوزا بسميها ايه؟ مايوكارديوم، والسيروزا بسميها ايه؟ برضه هي نفس الفكره هنا، اندوميتريوم مايوميتريوم اند بيريميتر. الاندوميتريوم دي عباره عن سيكلير من 4 ل 5 ملم. اللايننج ابيثيليوم عباره عن تو سيلز، سمبل كولامنر سيلز، برضه جزء سيليتد والجزء الثاني نان سيليتد. اللامنا بروبريا عارفين ان هي سين لير من الكونكتيف تيشو، فيها استرومال سيلز زي اليوترس، يعني ممكن تفرز هرمونز. كونتين سمبل تيوبولار جلاند. السيمبل تيوبولار جلاند دي عباره عن ايه؟ عباره عن انفاجينيشن نازل من السيرفيس ابيثيليوم. يبقى هو نفس السيرفيس ابيثيليوم يقوم غارز نفسه جوه اللامنا بروبري عشان اسميه جلاندز. الاندوميتريوم اللي هو عباره عن سيمبل كولامنر ابيثيليوم وتحتيه اللامنا بروبري، عباره عن نوعين او تو زونز. الزون الاولاني بسميها ستراتم فانكشناليس،
والزون التاني بسميها استراتام بيزاليس. الحقيقة البيبي بتتولد بالاستراتام بيزاليس بس، وبعدين الاستراتام فانكشناليس تبدأ تتكون under the effect of هوف هرمونز. يبقى بالهرمون الاكشن هتتحول الاستراتام بيزيلز زي ما هنشوف بعد شويه الى استراتا، او تزيد يعني تفضل زي ما هي، لكن هتكون فوقيها لير ثانيه بسميها استراتام فانكشناليس. يبقى البيبي بيتولد باستراتام بيزيلز لكن بيكبر علشان يبقى عنده تو ليرز، استراتام بيزيلز واستراتام فانكشناليس. ادي البيبي وهو مولود ما عندوش غير الاستراتام بيزيلز، يفضل لحد ما يوصل لسن المنستريشن او البيوبرتي يبدا ايه اللي هيزيد عنده. هنلاقي السيلز، لاحظ معايا ان اللوتينايزنج هرمون بيزيد والاستروجين بيزيد. اللوتينايزنج هرمون بيزيد ليه؟ بيزيد علشان البيتوتري جلاند. الاستروجين بيزيد ليه؟ بيزيد عشان البريمورديال فوليكل بتاعتي بدات تكبر. فالبريمورديال فوليكل لما تبدا تطلع استروجين هياثر على الاسترومال سيلز اللي موجوده في المنطقه اللي احنا سميناها ميها اللامنا بروبريا، يبقى بيأثر على اللامنا بروبريا، وبالتالي اللامنا بروبريا هيبدا تكبر معايا. لما تكبر الجراند دي هتطول، لما تطول لازم اغطيها بسيلز، يبقى السيلز دي هيحصل لها بروليفريشن عشان كل ما اللامنا بروبريا بتاعتي تكبر اقدر اغطيها. طيب اللامنا بروبريا دي عايزه تغذيه، عايزه نوتريشن، اجيب لها بلاد بيزل، اجيب لها بلاد بيزل من نفس البلاد بيزل اللي كان موجود في الاستراتام بيزيلس. لكن هلاحظ ان هو هنا بقى تورشوس، بقى تورشوس يعني زي السوسته، شايف بيطول معايا ازاي. البلاد فيزل اندر ذا افكت اوف استروجين هيبدا يزيد معايا، بس اللوتينايزنج هرمون بدا يختفي من بعد اليوم ال 15 من المستر لايف، هيبدا ايه اللوتينايزنج هرمون يقل، ومعاه البروجسترون بيزيد، البروجسترون بيزيد، يفضل البروجسترون يزيد يزود لي اللامنا بروبريا دي اكتر واكتر. يبقى اللامنا بروبريا عماله تزيد والنيوتريشن بتاعتها بتزيد، والترشوز بيزلز بتكبر لحد ما البروجسترون بتاعي يقل. لما يحصل عن 28 يوم ان البروجسترون بتاعي يقل، هتبدا المنظومه بتاعتي تنهار من الايه، لان ما عادش في سبورت. البروجسترون بتاعي هو اللي كان عامل سبورت لللامنا بروبريا، وبالتالي هتبدا يحصل ديجنريشن ويبدا يحصل بليدنج ونسميه منستيرول فيز. ايه الفرق بين الاستراتام بيزاليس والاستراتام فانكشناليس؟ الاستراتام بيزاليس دي طبعا اللي هي دي بالسيزون، يعني تحت خالص في اللامنا بروبريا، دي عباره عن سوبرفيشال بارت من اللامنا بروبريا، والاثنين عباره عن جلاند. طبعا هي نفس الجلاند، دي فيها البيز اوف ذا جلاند، دي فيها الجلاند اللي بتقع مع المنستريشن. هنا السيلز اوف ذا جلاند اند كونكتيف تيشو بروليفريت اند ريجينريت ذا فانكشناليس and regenerate the functionalis during menstrual cycle. Does not go under cyclic changes. ما بتتغيرش البيزاليس عكس الفانكشناليس. Supplied by straight arteries عكس الايه؟ عكس الفانكشناليس اللي هي supplied by tortuous arteries. طبعا ده الاندوميتريوم، ده الميوميتريوم. الميوميتريوم عبارة عن 3 layers. Inner layer, middle layer, outer layer. الانر لير بنسميها استراتام سب ميكوزا، الميدل لير بسميها استراتام فاسكولاري، ودي اللي موجود فيها البلاد فيزلز الكتيره، واخر لير من بره خالص لليوترس بسميها استراتام سب بيري سب سيروزا. ده سيكشن في اليوترس، دي الاندوميتريوم، ودي الجلانز. طبعا جلانز لان هي كبيره خالص طويله خالص، طبعا دي ما طبعا دي ما اقولش استراتام بيزاليس، دي استراتام فانكشناليس. هنا البلاد بيزلز زي ما انت شايف موجوده جوه المايوميتريا، يعني البلاد بيزلز كتيره خالص، دي اللي بتعمل بليدنج افتر ليبر وبتعمل لنا بوست بارتم هيموريج، عشان كده بتبقى موجوده جوه البلاد بيزلز عشان ما يحصل كونتراكشن لليوتراين ارتر ودي اوكسيتوسين افتر ليبر، يحصل كونتراكشن لليوتراين للمايوميتريا يقفل لي البلاد بيزلز دي. يبقى دي بسميها استراتام فاسكولاري اللي هي حوالين البلاد بيزل، لكن اللي تحت الاندوميتريوم دي هسميها ايه؟ استراتام سب موكوزا، واللي بره دي هسميها استراتام سب سيروزا. السايكليك تشينجز اللي بتحصل في الاندوميتريوم دي الحقيقه تهمنا قوي في النظري وفي العمل. ديفايد انتو 3 فيزز، يعني الاندوميتريوم بتاعنا ده في المنسترول سايكل بيبقى فيه 3 فيز. الفيز الاولاني بسميها بروليفريتيف، الفيز الثانيه سيكريتوري،
والفيز الثالثة من الستيرول فيز. البروليفريتيف فيز بتبدأ بنهاية المنسس، يعني بيبدأ بعد نهاية البريود يبدأ يحصل ايه؟ يبدأ يحصل بروليفريشن مرة تانية under the effect of ايه؟ of ovarian follicles اللي بتبدأ تكبر coincide with the development of ovarian follicles لحد اليوم ال 14. ايه اللي هيحصل في اليوم ال 14؟ هيحصل ovulation. اهو عند اليوم ال 14 هيبدا يحصل ايه؟ هيبدا يحصل ovulation وتكون الكوربس لوتي. الكوربس لوتي يعني بتطلع البروجسترون، لو احنا فاكرين الرسمه اللي احنا كنا رسمينها، اللي هو بيعمل سبورت لمين؟ بيعمل سبورت للاندوميتريوم او اللامنه بروبريا بتاعت الاندوميتريوم. يفضل البروجسترون محافظ على اللامنه بروبريا على امل ان يحصل بريجننسي. ما حصلش بريجننسي هتتحول الكوربس ليوتيام الى كوربس البيكنس. لما تتحول الى كوربس البيكنس هيقل البروجسترون، فلما يقل البروجسترون هيبدا يحصل البليدنج. يبقى في البروليفريتيف فيز الجلاند هتبقى تيوبولار وهتطول، والسبايرال ارتري هتبقى موجوده، و ات ذا اند الاندوميتريوم بيبقى من 2 ل 3 ملم. اهو ده في البين في البروليفريتيف فيز. ادي البروليفريتيف فيز دي اهي، في نهايه البروليفريتيف فيز هيبقى حوالي 3 ملم اهي. اللي شوفها كده في البروليفريتيف فيز دي مهمه جدا في الاوسبي، ودي برضو مهمه في الاوسبي. شوفها كده في الاقيها في البروليفريتيف فيز. الجلاندز بتاعتي بقت كبيره، اللامنه بروبريا بتاعتي بقت سك. في السكريتوري فيز ده ستارت افتر ايفيوليشن، وده بيعتمد على البروجسترون اللي بيكون مين؟ منين؟ من الكوربس ليوتيم. يبقى بتاخد حوالي 14 يوم من اليوم ال 14 لحد اليوم ال 28، وبيتميز بان الجلاند بتاعتي مليانه جلايكوجين على امل ان يحصل بريجننس. الجلاندز مليانه بالسكريشن، السبايرال ارتري مور كويلد، الاديمه بتحصل في الاستروما، الثيكنس اوف ذا انتوميتريوم مش بقى 3 لا بقى 5 ملم. الشينجز دي بنسميها ديسيديوال رياكشن. يعني ايه ديسيديوال رياكشن؟ يعني عايزه تعمل بلاسينتا، لكن طبعا هتفشل في ان هي تعمل بلاسينتا عشان يحصل فيرتلايزيشن ويحصل المنسس. يبقى اذا دي بنسميها السكريتوري فيز. شايف هنا السكريشن ماليه الجلاندز اهي، والجلاندز بتاعتي بقت كبيره قوي لدرجه ان هي بقت تيرشوز جلاندز. يبقى دي السكريتوري فيز اللي فيها السبايرال ارتري بقت طويله، الاندوميتريوم يوصل ل 5 ملم. طبعا ده بيحصل افتر ايفيوليشن اندر ذا افكت اوف ذا البروجسترون. في المنسترول فيز بما انه ما حصلش بريجننسي، وبالتالي البروجسترون هيقل عندي في اليوم ال 28. هيبدا يحصل ان سبايرال ارتري يحصل لها فازو كونستريكشن، هيحصل اسكيميا، وبعدين هيحصل لها رابشر ويكون يحصل البلي. لو نشوف الكلام ده على الرسمه بتاعتنا هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان البيبي بتاعنا بيتولد ومعاه الاستراتم بيزيلس. الاستراتم بيزيلس under the effect of estrogen and luteinizing hormone. الاستروجين ده هيجي منين؟ هيجي من اللي هي بدات تتكون في الوقت ده، يبدا تفرز تبدا تفرز استروجين. الاستروجين شايف هيبدا يعمل ايه؟ هيزود لي السيكنس اوف ذا لامينا بروبريا. لما يزود لي السيكنس اوف ذا لامينا بروبريا هسمي اللير الجديده دي استراتم فانكشناليس، اللي هتزيد معايا دي. يبقى دي السبيرال ارتري بدات تكبر، اللامينا بروبريا اللي هي المنطقه دي بدات تتخن، الجلاندز بتاعتي بدات تطول. طبعا كلها كفرد باي او لايند باي سيمبل كولامنر ايبيثيليوم، وطبعا البيزل ممبرين البيزل اللامنه ماشيه معايا زي ما احنا ماشيين. وبعدين ايه؟ كل ده بيحصل من لحد اليوم اللي لحد اليوم ال 14. في اليوم ال 14 هيحصل اوفيوليشن. لما يحصل اوفيوليشن هيتحول الى كوربس ليوتيم، هيزيد البروجسترون، البروجسترون هيبدا يعمل لي سكريشن اللي هي بدات تظهر باللون الاصفر ده، يبدا السكريشنز بتاعتي تزيد، والبروجسترون كل ما يزيد كل ما السكريشن تزيد، والسبورت هنا يبقى عالي جدا. كل ده على امل ان يحصل بريجننسي، على امل يحصل بريجننسي، يحصل بريجننسي امل، وبعدين السكريشنز تزيد. بعد شويه مفيش بريجننسي، يبدا البروجسترون بتاعي يقل. يقل ليه؟ لان الكوربس لوتيم هتبدا تتحول الى كوربس البكنس. ما هو مفيش بريجننسي، وبالتالي الكوربس لوتيم بتاعتي عماله تظهر قلت خالص، درجه البروجسترون بتاعي قل جدا، ما عادش في سبورت
لللامينا بروبريا، وبالتالي هيبدا يحصل ديجنريشن بالشكل ده علشان يحصل من استرويشن، ونسمي المرحله دي من استروال فيز. يبقى احنا اتكلمنا عن بروليفراتيف فيز، سكريتوري فيز، واخر حاجه المينستيرول فيز. المينستيرول فيز زي ما احنا قلنا ان هي بتبدا بعد اليوم ال 28، ودي نتيجه خلاص احنا قلنا الكلام ده كله. في النهاية بقول لكم شكرا جزيلا، وإن شاء الله نتقابل في محاضرة الميل جينيتال سيستم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.